السلام عليكم، تحياتي ومحبتي لكم. فأبغيت نرجع للقشرة متاعت الرأس. فهل هناك عشبة واحدة قاضية الغرض وتوفي بالغرض بمعنى الكلمة؟ هي الحريقة. إلا قبضنا الحريقة وكبينا عليها الماء واحد إطرة الماء، قبضنا كمشة قبضة وحطيناها في الماء وكبينا عليها إطرة الماء، ثم بعد ما تنغسلوا شعرنا ونحاول نستعملها جوج مرات في الأسبوع. فإلا استعملنا غير بوحدة قاضية الغرض، نسيت ما قلتهاش في الفيديو الآخر، داكشي علاش جيت باش نقولها لكم دركا، لأنه رائعة رائعة رائعة، وتتزين الشعر وتبارك الله عليها. إذا تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير وفرصة قادمة إن شاء الله يا رب. تبارك الله عليكم.